بعد المشوار الطويل مع نادي الزمالك وفي منتخب مصر، لحظة الاعتزال، لحظة اللي خلاص كابتن علي خليل هيبعد فيها عن الملاعب، بعدها تخوض بقى مرحلة جديدة يعني لا تقل أهمية أو نجومية، برضو ما زالت نجومية كابتن علي خليل موجودة فيها، مرحلة التدريب. لكن أنا برضو عاوز أذكر لك يعني إزاي أنا مشيت من نادي الزمالك. هو كان كابتن حلمي الله يرحمه عمل عقود احتراف، طبعا وافقت إن أنا أكون لعيب محترف وتعمل معايا عقد. هو ما كانش احتراف يعني احتراف، هو مجرد احتراف داخلي في النادي يعني. هو عمل عقود، الفئة الأولى تقريبا 160 جنيه، الفئة الثانية 120 جنيه، أيام كان كده الوضع. فأنا وافقت إن أنا أكون محترف. كابتن حلمي فرض علينا، قال لك تيجي من 9 الصبح ل 9 بالليل. قلت له ماشي، بس النادي وفر لنا الوجبات عشان نبقى متواجدين في النادي طول اليوم. هو ما اعترضش يعني. فطبعا انا قلت له المبلغ ده انا هاخده عشان هعيش بيه، يعني هاخد العقد ده، لكن ما تخصمش مني ولا جنيه. قال لي لا. قلت له عاوز تخصم، اخصم المكافآت المباريات. لو انا بأثر في المباريات. بس عايز المبلغ ده كامل. ده عشان انا هدفع الايجار والعربيه والبنزين والملابس والحاجات دي. فطبعا هو رفض. فقلت له انا معترض. قال لي والله لو انت معترض النادي ممكن، عاوز تمشي امشي. باب النادي يفوت، باب يفوت جمل. قلت له لا، ده يفوت 100 جمل، انا لو طلعت مش راجع تاني. ورحت طالع، خدت بالك؟ قصة جميلة قوي. بعد كده رحت انا اشتري حاجات كده من جنب النادي من 100 عقبة، هما بعتوا واحد ورايا. عرفت فيما بعد. الواحد ده كان شغال فين؟ في الامارات. فعرض عليا ان انا اروح الامارات. طبعا انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. فوافقت، ان قلت له خلاص بروح. في خلال اسبوع طبعا ايه جاب لي موافقة وان انا اروح الامارات. فجيت اروح الامارات، رحت السفارة عشان اخد التأشير. السفارة الاماراتية بلغوا النادي، في واحد زملكاوي لهم ده علي خليل جاي له عرض من الامارات، عرض من الامارات وهيسافر وهيسيب النادي. راح قالوا لا ما تدولوش التاشير. ما ادوش ادوني تاشير. فاتصلت تاني بالامارات، قلت لهم ابعتوا لي تاشيره على السودان. ايام احنا بقى ايام كنا بنروح السودان بالبطاقه، البطاقه العاديه دي. فبعتوا لي التاشيره على السودان، ورحت السودان ورحت واخد التاشيره ورايح على الامارات. دي قصه من القصص. ابتديت بقى رحله جديده في الامارات، برضو رحله فيها نجومية وشهرة كبيرة، في بس في مجال التدريب. انا اشتغلت في الامارات 15 سنة ما شاء الله. في لاعب اسمه علي مبخوت ده كان في نادي الجزيرة، وانا كنت بدرب في نادي الجزيرة. واللاعب ده هو اخذ احسن لاعب في اسيا في الفترة يعني القريبة، وانا كان لسه صغير ايام ما كنت هناك. اخذ احسن لاعب في اسيا. قعدت 15 سنة اشتغلت في نادي الجزيرة، واشتغلت في نادي الوسط، اشتغلت في نادي الشباب.